بالي جيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين مرتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم